فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: أفعل معصية وأتوب منها وأندم، ثم تغلبني نفسي فأكررها، وأخيرا أردت أن ألزم نفسي بمبلغ كبير من المال لأنفقه في سبيل الله إذا تكرر مني ذلك، فهل عملي هذا مشروع؟ ما هو لها الحد، عليك بالتوبة، باب التوبة مفتوح. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، باب التوبة مفتوح، استغفر وتب إلى الله ولو تكرر منك الذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكل ما أذنبت استغفر وتب إلى الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.